ليتها تتكلم. كنت أريد أن أسألها عن الديناصورات. ماذا أتحدث؟ أتحدث عن السلاحف التي كانت موجودة أيام الديناصورات، فهي من أقدم أنواع الحيوانات على وجه الأرض. هل رأيت؟ أعطيتك فكرة للرسم. أصدقائي، من المعلومات التي قرأتها عن السلاحف أن أحجام إناث السلاحف تفوق أحجام الذكور كي تستطيع حمل أكبر عدد من البيض الكبير. أيها الرسام، يجب عليك أن تراعي الأحجام في الرسم بين السلاحف.